كان هنا مار سيارته وتم اغتياله. وسط الغابة والأجواء كذا. صراحة ما تعرف كيف كانوا يبغون الأسلحة والأغذية. سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، هذه المدينة اللي شهدت واحدة من أطحن الحروب الأهلية في آخر 100 سنة، الحرب اللي دمرت المدينة بشكل كامل وراح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى. لكن رغم تاريخها الدموي إلا أن مدينة سراييفو قدرت ترجع وتكون أقوى من قبل، ففي هذا الفيديو راح نغطي مدينة سراييفو ونتعرف على تاريخها ومعالمها، فخليكم مع الفيديو ولا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك. سلام كلكم من سراييفو عاصمة البوسنة. في الفيديوهات السابقة غطينا الأماكن المشهورة والمدن المشهورة في البوسنة، في هذا الفيديو راح نغطي العاصمة اللي هو أهم مكان في البوسنة. لا تنسى تسوي لايك واشتراك ويلا نشوف سراييفو. إذا جيت سراييفو أنصحك تسكن قريب البلدة القديمة، في كثير فنادق وأماكن تقدر تسكن فيها. أنصحكم بهالفندق هوتيل إبرس بوتيك، مكانه يعني أدى كل شيء، في بوفيه مجان وكل شيء، فأنصحكم فيه بشكل كبير. نقابل بعد النهار. وهذا الحين نحن في المدينة القديمة، الفندقنا دقيقتين. مرة المكان زحمة خاصة اليوم جمعة. أشهر مكان في البلدة القديمة اللي هو هذا سبيل الماي. مثل ما تشوفون ماء السبيل أو سبليج تتوسط المدينة القديمة. وسبليج عبارة عن نافورة بناها العثمانيين قبل 300 سنة. هي عبارة كأنها ثلاجة. ترس دبتك وروح، فكان بير طافي. جالسين في الكوفي ننتظر يأذن لصلاة الجمعة نصلي ونكمل جولتنا. طريقة شرب القهوة البوسنية كذا، هذا قياسك، هذا قياسي، هذا سكر كذا نشربها. تعرفنا على صديق جديد في بوسنة، أمير. I love you man, I love you people man, very very good. I love you Bosnia. ما شاء الله. Sarajevo. My name Amir. I love you people man. Yes. Oman very very good. هذا المسجد اللي صلينا فيه الحين مسجد الغازي خسروبيك. هذا المسجد بني قبل 500 سنة، يعني قبل 5 قرون. والمميز في المسجد صراحة الشكل الداخلي جميل والحديقة المحيطة بالمسجد. إذا كنت شخص تحب التاريخ والثقافة وحاب تتعرف وتشوف تاريخ البوسنة، فهناك متاحف كثير في سراييفو بتشبع فضولك. ومن هذه المتاحف متحف الغازي خسروبيك، هذا المتحف اللي بتتعرف فيه على شخصية الحاكم العثماني في البوسنة، وراح تشوف في هذا المتحف أهم مكتبة في البوسنة وأقدمها، وبعد راح تشوف نسخة من القرآن الكريم والعديد من المخطوطات من مئات السنين. وبعد من المتاحف اللي راح تبهر كفكرة وتطبيق، متحف الطفولة في الحرب. هذا المتحف اللي فكرته تجميع قتيلات الأطفال من دموع ساعات في وقت الحرب وسرد قصصها. يعني مثلا تشوفون هالساعة، هاي كانت للطفل، هاي قصة ساعة، إن كانت ساعة منبه في عام 1978. فقصة صراحة وفكرة متحف عبقرية مبدعية. يمكن في ناس كثير ما تحب المتاحف، اني اصور متاحف او اني ازور متاحف كثير، لكن انا احاول اني انور في القناه، فانا اعطيك خيار لكن عندك انت الاختيار يكون. هذا اللي خلفي كنيسه القلب المقدس، كنيسة جميلة ومبنية في القرن 19 يعني قبل 200 سنة، لكن للأسف الحين مغلقة، فإذا جيتها ولقيتها مفتوحة أنصحك تزورها، جميلة من الداخل. هذا النصب تذكار اللي هو شعلة النار، هذا النصب شيد 1946 وفعليا عبارة عن غاز كان سلندر، تطبخ هنا عيش تسوي اللي تباه
صراحة يعني ما في شيء مميز. كل هذه الأماكن اللي زرناها قريبة من بعض كلها مشي، فعشان كذا أنصحك تسكن قريب مدينة البلدة القديمة، بيسهل عليك كثير أماكن ومشي وكل شيء قدامك وكل شيء قريب. وصلنا الحين إلى مكان جديد في سراييفو اللي هو شلالات سكاكافاك. هذا الشلالات الطريق إلها كان خطير وفي نفس الوقت جميل من أحلى الطرق صراحة في البوسنة شفتها، لكن طريق خطير ومسار واحد وقرقرة ما في شارع مرصوف، لكن مكان رهيب في نصف الغابة، أكسجين 4K وصوت العصافير، ما في ناس أبدا بس نحن. ما شاء الله شو المنظر اللي وصلنا حقه، كأنك في سويسرا. شوفوا كيف الاشجار مغطية المكان كامل حتى من فوق. هذا هو شلال، نحن كنا هنا على القمة، داورنا كامل هاي الغابة، فينا هنا هاي الاطلالة، هذا شلال. انا صراحه استغرب هالمكان ليش ما حد يزوره وما حد يرى عنه، وخاصه العرب يعني ما يعرفونه. انا بحثت ودورت كثير فيديوهات عشان اخطط لي رحله بوسنة، لكن ما شفت حد صور هالمكان صراحه. منظر الشلال لما توصل منظر جميل، انصح اي حد يجي البوسنة يخلي هالمكان وجهه رئيسيه. شوفوا اجواء سراييفو كيف صارت قريب المغرب، صارت احلى بكثير عن الشمس. الحين نحن في وسط سراييفو، راح نزور اهم واشهر مكان في سراييفو كامل، من اشهر الاماكن في اوروبا بسبب حادثه معروفه عند الاغلب اعتقد، وهذا هو المكان اللي اقصده اللي هو جسر اللاتيني اللي صارت فيه اشهر عمليه اغتيال في اخر قرن، واللي هو اغتيال ولي عهد النمسا، كان هنا مر بسيارته وتم اغتياله. هذا الاغتيال اللي تسبب بشكل مباشر في بدء الحرب العالميه الاولى اللي راح ضحيتها 16 مليون انسان. والقصة بكل بساطة واختصار أن ولي عهد النمسا فرانس فرناند كان في زيارة لمدينة سراييفو مع زوجته، وكان لولي عهد النمسا كثير معارضين لحكمه، ومن هذول المعارضين نظمت اليد السوداء اللي خططت لاغتياله وفشلت، لكن في نفس الوقت نجحت. في الساعة 10 صباحا من عام 1914 مرت سيارة ولي العهد المكشوفة في الشارع اللي كان مقرر أن تمر فيه، وكان أحد أفراد المنظمة في انتظاره، فلما مر في الشارع حاول يرمي قنبلة يدوية داخل سيارة ولي العهد، لكن فشل وانفجرت القنبلة قريب من سيارته، ومات شخصين وانصاب 22 شخص من هذا الانفجار. ومن الأشخاص اللي انصابوا في هذا الانفجار ضابط قريب من ولي العهد، فولي العهد قدر يهرب. فبعد ساعة من رمي القنبلة وبعد ما رجع ولي عهد النمسا من المستشفى عشان يشوفون إذا في إصابة أو شيء كذا، جاء لنفس المكان عشان يتأكد إذا الضابط أموره طيبة وكذا، لكن الصادف ان واحد من الجماعه شافه وانصدم، قال هذا قبل ساعه ورا شنو قبله وفشلت ليش يرجع مره ثانيه، وطلع مسدس وطلق عليه ومات. فهاي كانت شراره الحرب العالميه الاولى. وش يا سخر بطان انتم عشان الجرافيك، نشوفكم باكر. صباح الخير، ونكمل تغطيتنا لسراييفو. اليوم الاجواء في سراييفو مغيمه وجميله، امس في الليل طاح سيل عكس امس كانت اجواء مشمسه، لكن اليوم غيم وأجمل. أنا أبو هالناس فوق الجبل ما تعرفون كيف ساكنين، مسار واحد وبيوت شرق وغرب، هي سيارة منا ترجع لنا آخر الشارع. وصلنا الحين لوجهتنا الأولى في هذا اليوم اللي هي سانيلاند. سانيلاند عبارة عن ملاهي فوق الجبل مطلع على سراييفو، واللي يميز سانيلاند هاي الكوستر.
عموما ملاهي صني لاند مناسبه للاطفال العوائل اكثر عن الشباب، والبوسنه بشكل عام يعني بلاد مناسبه للعوائل بدرجه كبيره. وبعد جنب الكاوستر اللي هو هذا الكاوستر في زبلاين، الحين شرينا تذاكر شخص واحد 10 مارك بوسني. شوف الاطلاع لك من صني لاند على الكاوستر ايفو، وخلصنا الزبلاين صراحه جميل انصح فيه. من الاشياء اللي تقدر تسويها بعد في صني لاند تستاجر دراجه تاخذ جوله على كامل الجبل بقيمه 120 مارك بوسني. فيلا إذا جيتوا صني لاند ننصحكم بالدراجات بشكل كبير، جولة جميلة في وسط الغابة، مع أن سعرها شوية غالي لكن صراحة تستاهل. 1000 سي سي. هاي تسحب لك جيمز. يلا أوكي ماي فريند جو. يا سلام يا سلام، هالمواهب باكية. صني لاند مكان جميل وأنصحكم فيه بشدة، خاصة للعوائل مناسب جدا، قضي فيه ساعتين ثلاث ساعات ما عندك مشكلة. هذا هو البيت اللي نبنى فيه نفق الحياة في حصار البوسنة العنيف من قبل القوات الصربية اللي استمر لمدة 4 سنوات. كان البوسنيين منهكين وخسرون الحرب، لكن اجت فكرة لضابط بوسني ان يحفرون نفق من تحت المطار عشان يهربون الاسلحة والطعام. هذا النفق اللي رجع الحياة للجيش البوسني وقلب الحرب، وكان سبب رئيسي في انتصار الجيش البوسني بقيادة البطل المسلم علي عزة بيجوفيتش. وهذا العظيم علي عزة بيجوفيتش الرئيس البوسني اللي ناضل دافع عن المسلمين وقت الحرب. هذه المرأة تعتبر رمز هنا في البوسنة، مشهورة كثير. هاي المرأة اللي فتحت بيتها وخلت الجيش البوسني يحفر تحت البيت، فتعتبر مشهورة كثير هنا بالبوسنة والبوسنيين يحبونها كبطلة. طول نفق الحياة 800 متر وتمشي انت ومخي، صراحة ما تعرف كيف كانوا يقولون الأسلحة والأغذية وكذا لأنه وايد صغير. هذا المطار وهذا نفق الحياة فجنبه، وطبعا حفروا النفق بشكل يدوي بالشياول والعتلات مثل ما تشوفون. هاي آثار الطلب في المكان. نفق الحرية مكان جميل وانصحكم فيه بشدة، كان يبين لك الملاحم اللي صارت والحروب اللي صارت على البوسنيين ومعاناة البوسنيين، فمكان تاريخي بحت، تاريخه مش قديم بعد يعني بس من 30 سنة، فبتشوف أشياء تعجبك من الرشاشات الدبات وكذا. الحين وصلنا مكان جديد في سراييفو واللي هو حديقة حيوان سراييفو. مامود وحيد القرن، نمر مخلي نفسه أفعى، ثعلب، كنغر، مطر 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 مطر. حديقة سراييفو مكان جميل، مكان مساحته صغيرة لكن فيه كثير أشياء، فمكان مناسب للعوائل أكثر عن الشباب وغيره، فأنصحكم فيه خاصة للأطفال، فيه كثير ألعاب للأطفال. مولات سراييفو صغيرة ما في مقارنة بمولاتنا اللي عندنا في الخليج، لكن فيها كل اللي تبغاه، أغلب الماركات موجودة فيها وأسعارها أرخص عن عندنا بكثير.